شغال مساكن، إيجارات عامل 10,000 جنيه، يعني دول 10 إيجارات عاملين 100,000. تعمل مشروع فيهم، تعمل أي حاجة، كهرباء ومية شرب ومرافق جنبك، الناس بانية وساكنة أهيت، بسم الله ما شاء الله أهيت، وأدي جيران ساكنين بانيين أهوت. يا جماعة واخد إيجارات هنا على 25,000 جنيه، الناس عشان لها ظروف وعلى مصالح والتزامات خلص معاهم في الجرات على 10,000 جنيه، يعني دول 10 جرات عاملين 100,000 جنيه للجديين. لو في جدية مساكن زي ما انت شايف جنبك مزرعة دواجن اهيت، وجنبك ترتيب هما، جنبك ناس عايشة بسم الله ما شاء الله اهيت، وكهرباء وماء شرب ومرافق وارض شهيد، معلش اي مديونة للدولة، حيازة وجمعية وورق زي ما انت عايز، معاك تسريح مباني 150 متر فيها 10 جرات. جينا للدواجن لما جينا نسكن هيئتها.